اجتماع ديال مجلس الرقابة ديال هاد المؤسسة الوطنية اللي العمل ديالها الرئيسي هو تمويل القطاع الفلاحي والقطاع ديال الصناعات الغذائية، ولكن كذلك كتشتغل مع قطاعات أخرى ديال الاقتصاد الوطني مع التركيز على تطبيق السياسات الوطنية في مواكبة الفلاحة المغربية بكل الأنشطة ديالها، لا الأنشطة اللي كتقوم بالإنتاج النباتي ولا الإنتاج كذلك الحيواني ولا كذلك حتى الصيد البحري والمنتجات ديالو والتثمين ديالها. وعندنا واحد الدور مهم جدا لأن البنك ديال القرض الفلاحي كان دائما حاضر بجانب الفلاحة المغربية، الفلاحة المغاربة والمنتجين ديال المواد الغذائية في كل الظروف، حتى في الظروف اللي كتكون في بعض الأحيان صعبة كما هو الحال في هذه السنتين أو الثلاث سنوات الأخيرة. وكيف كتعرفوا التمويل ديال القطاع الفلاحي والقطاع ديال الصناعات الغذائية كيشكل 50% من المجهود ديال البنك ديال القرض الفلاحي، ولكن في نفس الوقت في المجموع ديال التمويل اللي كيستافد منه هذا القطاع 80% حتى 85% كيجي من القطاع الفلاحي من البنك ديال القرض الفلاحي المغربي. وفي نفس الوقت في هذا المجلس ديال الرقابة اللي ترأسه الرئاسة الفعلية السيد رئيس الحكومة، كان هناك نقطة أخرى اللي هي مهمة جدا هي الزيادة في رأس المال ديال القرض الفلاحي المغربي في إطار 10 ملايير اللي دارت بعد التعليمات السامية ديال صاحب الجلالة الله ينصره لمواكبة القطاع الفلاحي ولمواكبة الفلاح بسبب هالظروف الصعبة اللي كان مروا منها. وفي هذا 10 مليار كاينه مليار مخصصة للرأس المال ديال القرض الفلاحي المغربي، وهاد المليار من طرف الدولة غادي تعزز ب 350 مليون ديال الدرهم اللي غادي تجي من المساهمين الرئيسيين الآخرين اللي هما الصندوق ديال الإيداع والتدبير وكذلك الممضة اللي غادي يساهموا ب 350 مليون ديال الدرهم في هاد التقوية ديال رأس المال ديال القرض الفلاحي المغربي. وهاد التقوية ديال رأس المال غتكون موجهة لإعطاء هامش أكثر فيما يخص البنك لخدمة الاقتصاد الفلاحي والاقتصاد الوطني، لأن غتمكننا باش نحافظوا على الاحترام ديال الضوابط وديال القوانين ديال المنظومة البنكية الوطنية ونخدموا جميع المشاريع ديال التمويل اللي غادي تقدم لنا. وكانت فرصة كذلك باش نأكدوا على الآفاق اللي كلها واعدة بالنسبة للبنك ديالنا، رغم أن الظروف كانت صعبة ولكن البنك ديالنا مستعد باش يمشي إلى أبعد حد ممكن لوجود واحد رأس المال بشري اللي معروف عليه التجربة والمعرفة في عدة قطاعات وخاصة القطاع الفلاحي والقطاع ديال الصناعات الغذائية. وهاد الأمور كلها تداولناها داخل هاد المجلس، وحنا متفائلين لأن البنك ديالنا عنده دور مهم جدا باش يكون في الموعد بالنسبة للتطبيق وإنجاح السياسات الوطنية والتوجيهات السامية ديال صاحب الجلالة كيعطي عناية خاصة القطاع الفلاحي، والجانب ديال التمويل هو مهم جدا في هذه المنظومة، وهذا هي هذه الآلية اللي غادي نوظفوها أكثر عبر العمل ديال النساء والرجال اللي كيشتغلوا داخل البنك، وفي نفس الوقت غادي يكون بتناغم مع الوزارة ديال الفلاحة ومع جميع الشركاء الآخرين، البنك ديال المغرب فيما يخص الاحترام ديال الضوابط وكذلك المساهمين الكبار ديالنا. وغادي نحاولوا باش نتعاملوا بشكل أكثر ديناميكية وأكثر حركية مع الزبناء ديالنا في كل القطاعات، للقطاع الفلاحي والقطاع ديال الصناعات الغذائية والقطاعات الاقتصادية الأخرى. شكراً.